السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم وصفحتكم صاحب الكرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مفاجأة، الأهلي يتفق مع أمين زحزوح وعمر خضر. كارثة رحيل عواد عن الزمالك بعد يومين، محمد عبد المنعم إلى أوروبا، كريستو يرفض الإعارة، أحمد ياسر ريان إلى الزمالك، إبراهيم سعيد عايز إيه؟ استاذنك يا صديقي العزيز، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير الفيديو في كل مكان، ما تنساش تشترك في قناة اليوتيوب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعمل فولو صفحة الفيسبوك. الأهلي يتفق مع أمين زحزوح وعمر خضر. طيب دلوقتي زي ما قلت لك في حلقات كتير قبل كده، علشان خاطر يعني ما طولش عليك وعشان خاطر ما نعدش ونزيد في الكلام، الأهلي بيعمل موسم انتقالات وبيحضر لموسم انتقالات هيكون موسم انتقالات مرضي جدا 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 لجمهور النادي الأهلي والمارسيل كولر والكل الأطراف في النادي الأهلي. وموسم الانتقالات ده الاهلي مركز من موسم الانتقالات اللي فات، يعني بقول لك من ساعه موسم الانتقالات اللي فات قفل، والاهلي المره دي حاطط في دماغه انا هعمل موسم انتقالات تاريخي. انا من ساعه ما موسم الانتقالات اللي فات قفل وهو بيدور، وهو بيبعت كشافه لغانا وكشافه لنيجيريا وبيبعت كابتن هاني رمزي وبيبعت كابتن مش عارف مين وبيروح فين وبيجي منين وبيعمل، وعمال كميه اسامي مرتبط او كميه لعيبه مرتبطه اساميها بالنادي الاهلي لا حصر لها. في كل مركز في 5 و6 و7. وعايز اقول لك الاهلي بيعمل حاجه حلوه جدا جدا المره دي بقى كمان، بيعمل ايه؟ الاهلي المره دي بيعمل حركه ذكيه، هو بيجيب موافقه اللاعب وموافقه النادي. تاني، بيجيب موافقه اللاعب وموافقه النادي. بحيث لو داس على الزرار يجيب اللاعب على طول. مش لسه بقى استنى، طب لما موسم الانتقالات يفتح اروح اسال اللاعب ده هو عايز يجي ولا مش عايز يجي؟ لا يا باشا، مش الكلام ده، خلاص انتهى عند الاهلي، كان زمن فات. لو عرضت عليك موافق تيجي وانت كنادي لو عرضت عليك موافق تيجي باللاعب بتاعك الرينج كام؟ من 2 ل 3 مليون، نتكلم فيها بعدين، سهل. طب قالوا له مثلا الرينج 7 مليون، لا بيصرف نظر، اخرك 7 مليون بيروح صرف نظر عن القصه دي لان الرينج كبير والرينج عالي. طب لو الرينج قليل في تفاوض خلاص. طب اللاعب راتب بتاعك كام؟ راتب بتاعي مثلا 7 مليون، لا بقى تيجي تعمل عندي ايه؟ سلام عليكم. طب الراتب بتاعي مثلا 3 مليون، لا هنتكلم. هقدر انزلك الحد الادنى، اديك الباقي اعلانات، مكافاه فوز، مش عارف مكافاه اللي هي بتاعه توقيع، مكافاه عدد مشاركه في المباريات وهكذا. ليه قلت المقدمه دي؟ قلتها علشان خاطر الاهلي كمان بدا دلوقتي يتجه للمواهب المغربيه. الاهلي بدا يتجه للمواهب المصريه، عمر خضر المحترف مؤخرا لاعب منتخب الاولمبي، يعني راجل او لاعب متميز جدا 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 كمان، معظم عيون الفرق المصريه عليه، بيراميدز نفسه يجيب عمر خضر، الزمالك نفسه يجيب عمر خضر، متميز جدا. الاهلي اللي فهمناه انه خد رايه واللي فهمناه انه عمر خضر وافق والنادي بتاعه وافق ومفيش مشكله، لو الاهلي دسع الزرار عمر خضر هيبقى في الاهلي على طول بدون اي مناقشه، بس الاهلي يوافق. شوف بقى الموضوع قلب ازاي، مش اللاعب يوافق، الاهلي يوافق. الاهلي يقول لك، الاهلي حاطط كذا مقترح، انا عندي 1 2 3 4 5، عمر خضر في احد الترتيبات، لو ما جابش المقترح الاول او الثاني هجيب الثالث، ما جابش الثالث هجيب الرابع وهكذا. فده بقول لك الميزه الاهلي بيقول عليه. فكده يعتبر يا جماعه يعني بنسبه كبيره، وده الكلام المتوقع او المنتشر او المعروف او المستنتج، ان عمر خضر خلاص موافق. طب في اخبار رسميه عن كده؟ ولا خبر رسمي عند اي اعلامي او صحفي او يوتيوبر عن انتقال اي لاعب لاي نادي في مصر. مش هجيب لك من الاخر بس. ليه؟ لان ولا لاعب وقع، والرسمي يعني توقيع. فكلنا مجتهدين بلا استثناء، مع كامل احترامي للجميع. مش بتكلم عشاني، بتكلم في العموم. اي اعلامي رياضي، اي صحفي رياضي، اي يوتيوبر رياضي حتى الان في الصفقات لاي نادي في مصر هو بيجتهد للوصول للمعلومه، لكن حاجه رسميه ما حصلتش، مفيش لاعب وقع. ف بدا الاهلي يتجه للدوري المغربي، راح لمين؟ امين زحزوح. امين زحزوح مرشح بقوه جدا. امين زحزوح في الدوري المغربي هو ثالث افضل لاعب تقييما حتى الان بعد يسري بوزوك ومحمد ربيع هريمات او حريمات، هو ثالث افضل لاعب. طيب عمل ايه كمان يا باشا؟ الراجل ده مشارك ب 14 هدف لفرقته الجيش الملكي، 14 هدف ما بين الاسيست وما بين
الاجوان، جاب 7 اجوان وعمل 14 اسيست في 28 ماتش، 7 اجوان و7 اسيستات في 14 ماتش في 28 ماتش، فمتميز جدا جدا جدا. وفي مباراه كان خد تقييم 10 من 10، وده طبعا رقم نادر جدا جدا ان في لاعب ياخده. بس ليه خد 10 من 10؟ لان هو الراجل ده في هذه المباراه، تعال نقول لك اهو، جاب 1 2 3 وصنع الرابع، جاب 3 اهداف وصنع وصنع الرابع، فكان متالق جدا. كان مباراه الرجاء امام اتحاد طنجر. معلش انا قلت يسري بوزوك، هو انا بتكلم على يسري بوزوك بتاع الرجاء 6-1، لا هو انا بتكلم على امين زحزوح اللي كنت عليه في اول الحلقه عادي بتاع الاهلي. هو جاب 7 تجوان وصنع وصنع 7 زي ما احنا قلنا، متالق جدا جدا جدا، لاعب عنده 23 سنه بس، 172 سنتي، بيلعب في مركز البلاي ميكر، وقيمته السوقيه 559,000 دولار فقط، يعني مليون دولار. طيب وسهل جدا الاهلي يجيب جدا، فهنشوف موهبه كبيره جدا لو جه النادي الاهلي من هذا اللاعب. في كلام ان محمد عواد قال لاداره الزمالك يا التجديد يا الرحيل، وفي كلام ان محمد عواد ادى اداره الزمالك مهله في خلال يومين لغايه 1/6، لو ما قالولوش هيجدد ولا هيمشي، هو في اتم استعداده انه يوقع لنادي بره كده كده، و30/6 هيمشي كده كده، وهو يقدر دلوقتي يوقع على نادي فري من يناير اللي فات. في لعبة كتير في الزمالك تقدر توقع على نادي فري وفي الاهلي على فكره. فهو في كلام انه لو ما قالولوش 1/6 هيكون او بعد على طول معسكر المنتخب، يروح جاي موقع على طول على افتخاره للنادي الجديد. ف يعني هنشوف القصه تمشي ازاي. انا عن نفسي عواد وصبح عايز الاثنين يمشوا اصلا. يعني محمد عبد المنعم الاوروبا، النادي الاهلي وافق هو وكولر على رحيل محمد عبد المنعم الى الاحتراف في اوروبا او الخليج، ولكن لو جه عرض قيم ويليق بمحمد عبد المنعم. فالاهلي قال لمحمد عبد المنعم لو عندك عرض قدمه وخلي النادي بتاعك يقدم. طبعا في بدائل كتير لمحمد عبد المنعم، اولهم زين الدين بلايد. كريستو رفض الاعاره، الاهلي قال لكريستو عايزين نعيرك بعد ما تميت 21 سنه تحسب على القيمه، قال لهم لا، يا ارحل يا اشارك، اعاره لا. فالاهلي بيحاول يتفاوض مع كريستو، هيشوفوا الفتره الجايه ايه اللي ممكن يحصل. كلام كتير ان احمد ياسر ريان قاب قوسين او ادنى من التوقيع لنادي الزمالك، او وقع ولسه ما اتعلنش، ده مجرد كلام، ولكن والده قبل كده يمكن كمان صرح ولكن مش مشكله عندي يروح الزمالك. فغالبا الموضوع ممكن يقرب ان الزمالك يجيب احمد ياسر ريان وينضم لصفوفه في الموسم القادم، في ظل ان الزمالك هيرحل منه عدد كبير جدا من الفريق في الموسم القادم، وموضوع القيد باذن الله هيوصلوا الحل فيه قريب جدا وهيتفك عن نادي الزمالك. في الاخر عايز اقول كلمتين يا جماعه بس الكابتن ابراهيم سعيد، خلينا نتفق ان كابتن ابراهيم سعيد كان لاعب متميز جدا جدا، ولو كان ركز في الكوره بس كان هيبقى في حته تانية، وكان هيبقى من احسن لعيبه العالم، انا متاكد من دي. الراجل اول ما خلص كوره طلع قال لك انا زملكاوي، وكلكم شفتوا البرامج على يعني اليوتيوب والفيديوهات مسابه حد في حد، انا زملكاوي ابا عن جد، وقعد يحلف بالله ان هو زملكاوي، وقعد يتكلم عن نادي الزمالك ويهاجم نادي الاهلي، وها لا الموضوع مش جايب همه ومش جايب مشاهداته مش نافع معاه، قال لك ابقى اهلاوي. فطلع نفس الكلام اللي قال لك والله العظيم انا اهلاوي وبحب الاهلي وبسوي وبقوله وبعيده وبزيده وبعمل الكلام ده كله، ودلوقتي كل شغله الشاغل ان هو نفسه يعمل ريتش ونفسه يعمل مشاهدات ونفسه يعمل لايكات والكلام ده كله، فمن حقه اكيد، اي حد من حقه يعمل كده. فالراجل بيحاول ان هو يتكلم على شيكابالا، يتكلم عن نادي الزمالك باسلوب مش حلو خالص، واسلوب فيه تهكم وسخريه، ويتكلم على لعيبه الزمالك باسلوب فيه تهكم وسخريه، ما مدحش الزمالك يعني ما بيمدحش الزمالك، بص اللي هو لو مدح الزمالك يبقى كأنه قرش حبهان، يعني حاجه كارثيه. زيه زي عمرو الدرديري اللي ما بيمدحش الاهلي خالص، وكل حاجه عن الاهلي بيروح يهاجمه، زيه زي خالد الغندور في اوقات كتيره جدا ثلاث ارباع حياته هجوم على الاهلي، ساعات قليله بيتكلم على الاهلي كويس، لكن ابراهيم سعيد ما بيتكلمش غير عن الزمالك وحش بس، فاكر ان جمهور الاهلي هيسقف له، بالعكس جمهور الاهلي ذكي جدا جدا، الجمهور المصري عامه وجمهور الكره المصري ذكي قوي، ما بينسقش كده بسهوله. بقول لكابتن ابراهيم سعيد انت راجل تاريخ كلاعب يعني، او حتى كلاعب كره قدم مالكش حل، انا بقول لك والله العظيم انا بستمتع بمشاهدتك كلاعب، من فضلك من فضلك لو سمحت خليك محايد، خليك قول الحق، اتكلم عن اللعيبه بتاعه نادي الزمالك باسلوب افضل من كده، عن اداره الزمالك باسلوب افضل من كده، عن الناس الزملكاويه عامه باسلوب افضل من كده، لان في ناس كتير جدا اعلاميين معروفين اهلاويه، ده لو انت اهلاوي عشان اهلاوي ولا زملكاوي، وبيتكلموا عن الزمالك بارقى العبارات، وفي اعلاميين زملكاويه معروفين بيتكلموا عن الاهلي بارقى العبارات،
اتمنى الناس كلها تتكلم برقية عن بعض. اتمنى كابتن ابراهيم سعيد يعني يظبط الموضوع ده. كان معاكم صديقك عمرو عاطف، قناة صفحة صاحب الكورة. ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.